مبروك للجماهير العراقيه ومبروك الى نادي الشرطه والكادر التدريبي على هذا المستوى، شرفوا الوطن. بس ظروف مباراه تعرف مستوى فني، بس رغم ما كل شيء الشرطه قدم كره قدم حقيقيه، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. انا فخور بفريقي، بالعكس فريقي وصل مرحله يعني يحلم اي نادي عراقي يوصل لها، والحمد لله والشكر. لكن كان خطا تحكيمي او الحكم يعني قصد انه يخسرنا، ابد مو جزاء، نهائيا مو جزاء. واحنا مفتخرين بهذا الشعار، وظل الردد قيثارتي. اما الوادي كان التحكيم، احنا من 2007 وانظلمنا اللي هسه، تحكيم مال المنتخب، تحكيم مال نادي الشرطي، خلوا تحكيم اجنبي. هسه انتم خلوا اجنبي، انتم شنو؟ يعني جزاء مو صحيحه؟ مو جزاء والله. حسين الشهيد وهذا شهر محرم، مو جزاء، مو جزاء. واللعب كله للشرطه، فوز للشرطه. بس الله لا يوفقكم، ما طول البطوله بالسعودي، الله لا يوفقكم ان شاء الله. كابتن، حكامنا مو عبالك بس سوق الغزل، مو بس بالعراق، حتى بالخليج طلعت هسه سوق الغزل. والله جريمه، جزاء ما يصير. احنا لعبنا احسن من النصر، مو عندهم مليارات وفلوس، احنا لعبنا احسن منهم، وعيب عليهم وعار. وهاي مو جزاء كابتن، والحسين مو جزاء، بالرضا مو جزاء، هاي تحكيم فاشل. الف مبروك للشرطه، هذا مو خسارة، فوز. شرفوا الكرة العراقية والعربية، هاي مو بطولة عربية. شنو يعني رونالدو لاعب عالمي، ولا أخذ ماني، وكلهم يعني فرق عالمية، وشاركنا ورفعنا رأس العراق. الأندية الجزائرية والتونسية والمغربية كلها اعترضت اليمن على القرارات التحكيمية، بين هي بطولة بالسعودية، شيء أكيد عالم صارفة عليها فلوس، مليارات صارفة، تريد يصعدون الشرطة. احنا طلعنا يعني بظلم طلعنا والله. المفروض الحكام أجانب، مبين. أنا متأكد يوم فايز خمسة النصر يقولون ستة، أنا متأكد، لأن النصر السعودي ترى دائما دولة سياسيين على مستوى عالي. أنت أقول لك هاي جزاء، أنا بتعرف الثانية جزاء، عمو مو جزاء، طقت بيده، ليش ما عاد مال يده؟ تقصد البطولة قاصديها للسعودية خلاص. والحسين الشهيد لو صادي النهائي نخسر وي نادي سعودي درجة خمسة ستة، أنا أقول لك. أنا عرفت ليش؟ والشرطة قدم ما بيه كفاية، الشرطة مثل العراق بأجمل صورة بعد 50 سنة، 50 سنة ما كان نادي العراق قدم هذا الشيء. قدمنا مستوى، وقدمنا لعب، وقدمنا لواعيب، وقدمنا يعني مدربين على مستوى عالي يعني. ها بعد لا يقول محلي، ماك بعد عندنا لا محلية ولا، كله صار عالمي. بالقرآن البطولة انسرقت من الشرطة، ضربة جزاء مو يمها يعني، والله عيب. انتم تردون لعبوا بشرف، اخذوها ليه؟ انتم مسوين البطولة ومسوين البطولة ومسويكم يعني، هي البطولة يردوها. ظلم الشرطة بهاي الجزاء. اي والله، لا مو الشرطة بطل، انا اقول لك الشرطة بطل هاي البطولة، انسرقت من عندنا البطولة. اليوم الحكام ياسر يعني بعيدين عن المستويات، شرطة ثانية افضل، وكان اقرب للفوز اليوم. والله انا اقول سرقت بطولتنا وسرقت مع كل الاسف.